عليكم، كيفك استاذ؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. راحوا الأنسة فأن ما رح، ويمكن معاها ابنها. راحت الأنسة ولا معاها زوجها وابنها كذلك الأمر ما رح معاها زوجها، فكان مصابنا عظيم وكبير يعني، وعلى الكل يعني هذا الكأس كلياتنا دقناه يعني، ونتمنى أنه تسامحونا يعني، تسامحون الأنسة، بتسامحوا الكادر، بتسامحوا تقصيرنا اللي صار. السلام عليكم، كيفك استاذ؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. اهلين اهلين مريومة، كيفك؟ شو اخبارك؟ طمنيني عنك. ان شاء الله بخير. انا الحمد لله بخير، انت كيفك؟ كيف اهلك؟ طمنيني عنهم بسرعه.